ان شاء الله المنتظر من هذه الجهه اللي هي عندها عنايه خاصه ومتابعه خاصه طرف صاحب جلاله نصره الله، باش هذه التنميه البشريه يعني تكون مواكبه وتكون كذلك تقويه ديال جميع ما يتم تقويمه ان شاء الله، باش يتبنى واحد الانسان في هذه الجهه اللي يواكب هالتطورات ويواكب هالتنميه الحمد لله اللي كتشهد هذه الجهه ان شاء الله. اليوم بحق الملاحظات اللي تقدموا، هو اليوم حنا في المرحله الثالثه، وصلنا لواحد الوقت باش كما قلت نعزوا مكتسبات وكذلك نحسنوا ما هو سيتم تحسينه. وهنا فعلا اللي مهم جدا في هذه المرحله ان شاء الله المقبله هو تكون جوده الخدمات، يعني وكذلك الاستدامه والديمومه ديال العمل اللي غنقوموا به في هذا الاطار، لان هذا برنامج ملكي، برنامج كبير، خاص جميع ما نقوم به يكون في المستوى ديال يكون في المستوى اللي هو تكون فيه الجوده وتكون كذلك الاستهداف باش نوصلوا الشرائح، جميع الشرائح ولا سيما شرائح الهشه والشرائح اللي هي المستهدفه ان شاء الله. كانت في المرحله الاولى والثانيه كنا كنستهدفوا بعض الجماعات القرويه وبعض الاحياء بعض المدن. اليوم تم تعميم هذا الاستهداف على الصعيد الوطني. اذا باش نقوموا بهذا التعميم يعني رفعنا من ما يمكنش نديروا هذا الشيء على صعيد كل جماعه، مشينا للمستوى ديال الدائره والمستوى ديال البشويه، وهنا اللي كاين هو رجال السلطه هما اللي ممثلين في هذا الصعيد. هذا هو اذا المشكل تقنيه اكثر منها هي امور اخرى.